السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة طلبات أولى وتانية ثانوي. معكم اسمي محمد شعبان وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع ميسو محمد شعبان. لو أنت أول مرة تشوف القناة ممكن تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، ولو أنت أول مرة تشوف القناة ممكن تخش على قوائم التشغيل، هتلاقي قائمة اسمها أولى ثانوي وقائمة اسمها تانية ثانوي الترم الأول، هتلاقي فيها الفيديوهات بالترتيب، شرح وحل كل الدروس بالترتيب عشان تستفيد، وشير للغير عشان الغير يستفيد وأنت كمان تاخد أجر، فالدل على الخير كفاعله. ان شاء الله النهارده يا شباب معدنا مع شرح ازاي نحل سؤال الايميل، سؤال الايميل اللي هو السؤال اللي قبل الاخير في الامتحان. هنشرح دلوقتي ازاي اقدر احل سؤال الايميل بالنسبه الاولى وتانية ثانوي. تمام يا شباب، قبل ما اخش على ازاي احل سؤال الايميل لازم أن تبقى عارف ان انت لازم أن يكون عندك درايه كامله بادوات الاستفهام كمعنى وكاستخدام، وعشان تكون ملم بكل حاجه هسيب لك في علامه الاي فوق وفي وصف الفيديو فيديو لشرح ادوات الاستفهام بمعانيها والقواعد الخاصه بيها، عشان دي حاجه اساسيه جدا جدا في سؤال الايميل وفي عامه استخدامات ادوات الاستفهام في اللغه الفرنسيه. لازم تتفرج على الفيديو دوت وعشان تعرف تجاوب على سؤال الايميل عشان تعرف معنى السؤال يعني بالظبط يعني. طيب هنبدأ دلوقتي بأهم الإيميلات في الدرس الأول من الوحدة الأولى بالنسبة لي أولى ثانوي. هناخد الأول أولى ثانوي كده وبعدين نخش على تانية ثانوي. أولى ثانوي في صفحتين وتانية ثانوي في صفحتين، يعني مش هنطول عليك. تمام، دي حاجة كده زي ما يكون أمثلة على سؤال الإيميل عشان تعرف فكرته وإزاي بنقدر نجاوب عليه. مبدئيا كده يا شباب سؤال الإيميل بيجي يقول لك اجاوب على الثلاث اسئله بتوع الايميل دول بثلاث جمل كامله. يعني ايه ثلاث جمل كامله؟ يعني فاعل فعل مفعول. يعني مثلا لما اجي اقول لك انت عندك كام سنه ممكن تقول لي 16، تمام على طول كده، وممكن تقول لي انا عندي 16. هو بقى عايز جمله كامله يعني فاعل فعل مفعول يعني انا عندي 16. تمام، في السؤال الايميل لازم اجاوب جمله كامله. لما اجي اقول لك اسمك ايه هتقول لي محمد مثلا، يعني لا، في سؤال الايميل لازم تقول لي انا اسمي محمد كده، تكتب جمله كامله عشان هو بيختبر قدرتك على تكوين جمله في اللغه الفرنسيه. فلازم تكون عندك حصيله لغويه وتكون ملم بادوات الاستفهام كمعنى وكاستخدام. طيب هنبدا دلوقتي ناخد اول درس من الوحده الاولى في منهج اولى ثانوي ونشوف هيقول معنا ايه. اول حاجه بيجي لي في الايميل كده بيقول لي سلو، سلو يعني مرحبا. تمام، تو اكيلاج، انت عندك كام سنه وعلامه استفهام، ده اول كده سؤال. تاني سؤال بيقول لك ايه، تو ابيت او، انت تسكن اين، دي تاني سؤال. كومو سابيل تون فوازا دو كارتيه، يعني ما اسم جارك في الحي. تمام، كده ثلاث اسئله مطلوب مني ان انا اجاوب على كل سؤال بجمله كامله. اول حاجه لازم تكون عارفها ان هو لما يقول لك سالو فوق كده في الايميل او بونجور او اي تحيه في الاول كده بنزل بنفس التحية في الإجابة بتاعتي، سالو فوق نزلت سالو تحت. تمام جميل، تمام جدا. طيب نبدأ بقى نجاوب على أول سؤال، بيقول لك إيه تو أكيلاج، أنت عندك كام سنة. تمام، ده سؤال سهل. طيب عايز أقول أنا عندي كذا سنة، 16 سنة، هقولها إزاي؟ أنا يعني جو، عندي اللي هو فيرب أفور مع الجو ديت بيبقى إيه؟ بيبقى أي. طبعا لازم اكون حافظ تصرفات الافعال يا جماعه، ما ينفعش اكون مش حافظها عشان اعرف اكون جمله صح. جي انا عندي 16 يعني سيز، وممكن اكتبها 16 كارقام عادي وبعدين او جي سيزو، انا عندي 16 سنه. تمام يا شباب، سؤال سؤال كده اجاوب عليه. كده انا جاوبت على السؤال الاولاني احط نقطه واخش على اجابه السؤال الثاني. تو ابيت او، انت تسكن اين. تمام، انت بتسكن فين، هتقول ايه؟ انا اسكن في الحته الفلانيه. طيب انا يعني ايه؟ يعني جو. طبعا في انا يعني جو، هتلاقي في السؤال ما يجي يقول لك تو يعني انت، لما اجي اجاوب عليها هتنزل جو على طول. ده حاجه ايه بنعرف بيها الطلبه عشان تبقى سهله عليهم. تمام، لكن لو طالب مستواك عالي وفاهم هتقدر تعملها من غير ما نقول لك على الحاجات دي. تو ابي تو، انت بتسكن فين، هتقول انا اسكن في الحته الفلانيه. طيب تو زي ما احنا قلنا تو بتنزل في الاجابه تبقى جو، وابيت هتنزل برضو ابيت، بس ابيت ده ايه متصرف هنا مع التو في اخر او اس، بس ابيت لما تنزل مع الجو هيبقى اخرها او، فعل مجموعه اولى مع الجو بيبقى اخرها او، يبقى جابيت انا اسكن،
الكسندري، انا اسكن في الاسكندريه. جمله برضو جميله. طيب كومو سابيل تون فوازا دو كارتيه، ما اسم جارك في الحي؟ تمام، تون فوازا دو كارتيه ده جارك في الحي. تمام، عايز اقول هو اسمه كذا. هو يعني ايه؟ يعني ال اسمه سابيل زي ما هي مكتوبه بالظبط، متصرفه مع ال بالظبط، وبعدين احط اسمه ال سابيل فادي، ال سابيل عمر، ال سابيل احمد. تمام، وخلي بالك ان قال لك ايه، فوازا يعني مذكر، فلازم تحط اسمه مذكر. يبقى كده انا جاوبت على الايميل الاولاني بكل سهوله. طيب تعال نشوف كده ايميل تاني، فكره تانيه في الدرس الاول برضه. بيقول لك ايه، بونجور، صباح الخير، سافا، انت كويس؟ تمام، وبعدين علامه استفهام كده اول سؤال. جيم لوفير، انا بحب الاخضر، كالكولير تو ام، اي لون انت تحب؟ دي كده علامه استفهام تانيه، يبقى ده تاني سؤال. ايه كالكولير تو نيمبا، واي لون انت لا تحب؟ تالت سؤال. ناخد سؤال سؤال ونجاوب. قال له ايه، سافا، انت كويس؟ هقول ايه لما اجي حد يقول لك انت كويس؟ هتقول له ايه، سافا بيا، ميرسي، سافا بيا. تمام، وي سافا بيا، ايوه انا كويس جدا. وبعدين قال له ايه، جيم لوفير، انا بحب الاخضر، كالكولير تو ايم، اي لون انت تحب؟ ممكن اقول موا، ممكن ما اقولش موا خالص عادي. تمام، ممكن ما اقولهاش، ممكن اقول ايه، جيم لو روج على طول، جيم لو روج، انا احب الاحمر. تمام، وممكن اقول موا اوسي، لو انا عايز اقول جمله تانية يعني، موا اوسي اللي هي ايضا، اوسي موا اوسي جيم لو فير، انزل بنفس الجمله، انا ايضا احب اللون الاخضر. تمام، استفيد من الجمله المكتوبه فوق احطها تاني تحت، كل اللي انا هعمله احط قبلها موا اوسي، انا ايضا احب اللون الاخضر. طيب ثالث سؤال، ايه يعني وا كيلكولير، اي لون تو نيمبا، انت لا تحب؟ تمام يا شباب، طيب هنقول ايه، جو نيمبا لو جون، ممكن برضو ما احطش كلمه مي عادي، جو نيمبا لو جون، انا لا احب الاصفر. تمام، هنا قال لك ايه، تو نيمبا، انت لا تحب، قلنا التو هتنزل في الاجابه تبقى ايه، جو، نيمبا هتنزل زي ما هي نيمبا، بس هنصرف الام مع الضمير الجديد اللي هو الجو، هيبقى اخرها او بس، جو نيمبا لو جون، انا لو احب الاصفر. تمام كده يا شباب، دي طريقه تحل الايميل، وهو حاجه بسيطه جدا وسهله، ما تتخضش من منظر الجمل، خد كل جمله على حده وجاوبها بجمله كامله لوحدها، هتلاقي نفسك حليت سؤال الايميل بكل بساطه. تعال نخش كده على احد افكار الدرس الثاني من الوحدة الأولى. بيقول إيه؟ سالو كومو سابيل تون كوبات دو باسكت، ما اسم صديقك في الباسكت؟ الأكيلاج، هو عنده كم سنة؟ كيلكوليري ليم، أي لون هو يحب؟ تمام يا شباب، طيب اتفقنا إن سالو هتنزل سالو زي ما هي. طيب كومو سابيل تون كوبات دو باسكت، تون كوبات دو باسكت دي يعني اسم مفرد، يعني ممكن اشيلها احط ايه، ضمير ايل، هو عايز اقول هو اسمه كذا، يبقى ايل سابيل زي ما هي مكتوبه فوق اهي، وبعدين اسمه ايل سابيل نادر، هو اسمه نادر. طبعا لازم استفاد من الجمل اللي فوق يا شباب، يعني هو جايب لي سؤال اهو، استفدت انا هنا من ايه، استفدت الفعل، تصريف الفعل اللي نزلته زي ما هو وحطيت الضمير ايل، ايل سابيل نادر. طيب تاني سؤال بيقول ايه، الاكيلاج، هو عنده كام سنه؟ تمام، ممكن برضه هستفيد بالال ديت، انزلها زي ما هي مع الضمير ال، بنزله زي ما هو وتصريف الفعل زي ما هو يا شباب، لكن ما يسالني بالتو فوق بنزل جو، نلا خلي بالنا من الحته دي، لو سالني بالال او الال المؤنث بتنزل زي ما هي وتصريف الفعل زي ما هو معاها، لكن لما يجي يسالني بصيغه التو بتنزل تحت تبقى جو، وبصرف الفعل مع الضمير الجو الجديد اللي تحت، حته مهمه ولازم نخلي بالنا منها. طيب هنا بيقول ايه، الاكيلاج، هو عنده كام سنه؟ الا تنزل زي ما هي، هو عنده، وبعد كده كان ذو 15 سنه. كالكولير اليم، اي لون هو يحب؟ هستفيد بكلمه الام وبعد كده اسم اللون، اليم لو بلو، هو بيحب اللون الازرق. طيب الايميل الثاني او الفكره الثانيه في الدرس الثاني، سالو، مرحبا، كومو سافا، كيف حالك؟ كي يعني من، كي اي تون كوبا دو باسك دو كلاس، كي اي تون كوبا دو كلاس، يعني من يكون صديقك في الفصل؟ تو ا ان فوازا دو كارتيه، تو ا ان فوازا دو كارتيه، طبعا ده سؤال باللهجه، سؤال باللهجه يعني ايه؟ يعني
بيقول لك ما فيش هنا أداة استفهام، بيقول لك تو أ أند وذلك أرتيه، أنت عندك صديق في الفصل، ده سؤال باللهجة تمام، بيجيب لك الجملة عادية وبعدين بس بيحط فيها علامة استفهام في الآخر، تبقى ده سؤال باللهجة، بغير التون بتاع صوتي. لما أجي أقول لك أنت عندك صديق في الفصل كده، ده سؤال، لكن لما أجي أقول لك إيه أنت عندك صديق في الفصل تمام، ده مش سؤال، ده جملة خبرية، لكن اللهجة نفسها والتون أو النغمة بتاعة الصوت هي اللي بتخليها سؤال. طب تعال نجاوب كده عليه، بيقول لك كومو سافا، كيف حالك، اتفقنا ان هي هتبقى ايه، سافا بيا، كي ايه تون كوباد كلاس، من يكون صديقك في الفصل، ممكن تقول ايه مون كوبا دو كلاس ايه، يعني ممكن انزل كده مون كوبا دو كلاس وبعدين اقول ايه عمر مثلا، او اي او اي اسم انت عايزه تمام، يعني اخد ديت التون طبعا في السؤال برضو بتنزل مون زي ما انت شايف كده، التون بتنزل مون، هتقول مون كوبا دي كلاس ايه عمر، يكون عمر، او مارتا سي مون كوبا دي كلاس، الاثنين صح. تو ان فوازان دي كارتيه، انت عندك جار في الحي، اتفقنا ان التو بتنزل جو، بصرف الفعل مع الضمير الجديد يبقى جي، جي انا عندي ان فوازان دي كارتيه سي برنارد، انه برنار. تالت درس يا شباب في الوحدة الأولى، أول ايميل فيها بيقول سالو مرحبا كومون سابيل تون كوبا، يعني ما اسم صديقك، كل اج الى، اي عمر هو لديه، كومون تيلي كومو الي، يعني كيف يكون هو، خدنا ان كلمة كومو لما بتيجي مع فيرب اتر بتسأل عن الوصف، يعني اوصفه لي، ما وصفه، كيف يكون هو كده. طيب نجاوب على سؤال برضه، كومو سابيل تون كوبا، يعني ما اسم صديقك، هقول إل سابيل تيو، هو اسمه تيو، إلا سي كيل أج إلا، نفس الفكرة، احنا قلنا الإيل بتنزل زي ما هي مع تصريف الفعل بعه، يبقى إلا وبعدين الرقم، إلا سيزو، عنده 16 سنة. طيب كومو إلي، كيف يكون هو، برضه هستفيد بكلمة إلي وبعدين اسم الصفة، إلي أنتليجو، إلي سوسيابل، ممكن تكتب صفة واحدة عادي. طيب تاني فكرة، بونجور صباح الخير، كومو سافا، كيف حالك، تاكو بين دو باسكت سيكي، يعني صديقتك في الباسكت، سيكي تكون من، إل أبيت أو، هي تسكن أين. بونجور صباح الخير، تنزل زي ما هي اهي، وأول سؤال أجاوب عليه كومو سافا، هقول سافا بيان على طول، احفظها كده كومو سافا سافا بيان. طيب تاكو بين دو باسكت سيكي، يعني تكون من، هقول الطا قلنا إن هي بتنزل تحت إيه، تبقى ما، ما كوبين دو باسكت سي احمد، اي سي منى، عشان منى بيقول لي كوبين تمام. يا شباب قال لي كوبين يبقى لازم اختار اسم مؤنث، هقول ايه ما كوبين دو باسكت، يعني صديقاتي في الباسكت، ايه تكون نهى، او نهى تكون صديقاتي في الباسكت، اي حاجه ممكن تجيب الاسم الاول او ما كوبين دو باسكت الاول. طب تالت سؤال، ايه الابيت او، هي بتسكن اين، ال برضه هتنزل زي ما هي، وابيت هينزل زي ما هو، الابيت هي تسكن مثلا، وبعدين اي مكان بقى، عايز تكتب رقم الشارع يعني زي ما هو كاتب كده، تريز ريد زي كل 13 شارع المدارس، عايز تقول الابيت مثلا جيزة، في الجيزة هي تسكن، في الجيزة، اي حاجة اللي انت تعرف تكتبه اكتبه تمام. بعد كده يا شباب الوحدة التانية، واول درس فيها هناخد برضو فكرتين عن الايميلات اللي فيه، بونجور صباح الخير، كل اكتيفيتي تو ايم، كل اكتيفيتي اي انشطه، عارفين ان كلمه كل لما بيجي بعدها اسم بيبقى معناها اي انشطه، تو ايم انت تحب. طيب تو ايم فير دو ماكيت او دي براسيلي، انت تحب تعمل ماكيتات مجسمات يعني، او براسيلي حظاظات، يعني بتحب تعمل مجسمات ولا حظاظات، كيل سون تي كاركتير، وما هي سماتك الشخصية، كاركتير ما هي سماتك الشخصية. طيب بونجور تنزل زي ما هي تحت، او نكتب سالو عادي اللي تنصح، بونجور سالو، جادور ليز اكتيفيتي مانويل، تمام هنا بيقول لك اي انشطة انت تحب، هتقول انا احب الانشطه اليدويه، جادور ليز اكتيفيتي مانويل، تو ام فير دي ماكيت او دي براسيلي، انت بتحب تعمل ماكيتات ولا حظاظات، هتقول
قلنا التو هتنزل تبقى جو، وام هتتصرف مع الجو تبقى اخرها او. جيم فير دمكت، وخلاص اختار الجمله الاولانيه جيم فير دمكت، جمله سهله. انا بحب اعمل المجسمات، تمام كده جاوبت على السؤال خلاص. طب تالت سؤال، كيل سوتي كاركتير، ما هي شخصيتك، شخصياتك سماتك الشخصيه، ما هي سماتك الشخصيه؟ هتقول بقى توصف نفسك بصفتين سهلين كده تعرف تكتبهم حروف صح. جو سوي سوسيابل اي اوردوني، انا اكون جو سوي سوسيابل اجتماعي ومنظم. تاني سؤال، تاني ايميل يا شباب، سالو كومو اي تاتغوس، كيف تكون مقلمتك؟ دو كيل كولير اي تاتغوس، من اي لون تكون مقلمتك؟ كيسك تو ادون تاتغوس، ماذا لديك في مقلمتك؟ تمام، كومو اي تاتغوس يعني بتسأل عن وصف المقلمة، هتقول ما تغوس اي بوتيت، يعني ممكن تقول ما يعني الطا اللي فوق دي هتنزل ما زي ما احنا متفقين، الطا الطا بتنزل ما والتون بتنزل من، طا تغوس يعني مقلمتك، تنزل ما تغوس مقلمتي، وبعدين اقول ايه تكون بوتيت صغيرة، بس بوتيت دي تيجي هنا، او جي ان بوتيت تغوس، انا لدي مقلمة صغيرة. الاتنين صح، يعني انت تكتب زي ما انت عايز، ابدأ براحتك، السهل ليك اعمله. طيب دو كيل كولير اي تغطغس، يعني من اي لون تكون مقلمتك؟ هتقول الي ماغو، انها بنية. كيسك تو ادان تغوس، ماذا لديك في مقلمتك؟ هتقول بقى اليا ان كغيو، يوجد اليا يعني ايه يوجد، ان كغيو قلم رصاص، ديستيلو اي ان جم، واقلام واستيك. الدرس الثاني يا شباب في الوحدة الثانية، جي سيزو، انا عندي 16 سنة. اتوا، وانت، اتوا يعني وانت، وعلامة استفهام عندك كام سنة معناها كده يعني. كون تو اني، متى انت ولدت، اتولدت امتى؟ او تو اني، واين انت ولدت؟ طيب هنا قال له ايه، جي سيزو اتوا يعني عندك كام سنة؟ هقول له ايه، انا عندي 16 سنة مثلا او عندي 15، اقول جي سانكو، ايه دي ميديت يعني ونص، مش لازم انت تكتبها عادي يعني، جي سيزو، ودي برضو مش لازم انت تكتبها، جي سيزو او جي سانكو، جي كانزو خلاص. تاني سؤال بيقول لك كوند، كوند يعني متى، اتفقنا ان ادوات الاستفهام لازم نحفظها زي اسم، متى انت ولدت؟ يبقى اقول ايه، التو هتنزل جو، والاي بتاعت اتر هتنزل زي ما هي، تبقى دي قصدي تتصرف مع الفيرب الجديد، مع الفعل الجديد اللي هو جو، يبقى جو سوي، انا اكون، ني اتولدت، لو كذا. اتفقنا ان انا لما اجي اكتب تاريخ لو الشهر قبله رقم باخد لو، خلي بالنا من الحته دي برضه، جو سوي ني لو سانك مارس دو ميل تروا 2003. بيقول له او اين تو اني، انت اتولدت، اي اقول جو سوي ني، انا اتولدت الكسندري في الاسكندريه. الايميل التاني يا شباب بيقول سالو مرحبا تو اكيلاج، انت عندك اي سنه، كم عمرك يعني، كونتي تون افيرسير، متى يكون عيد ميلادك، كيل كادو تو ايم، اي هديه انت تحب. قال له سالو جي سيزو، انا عندي 16 سنه، مون انفيرسير اي لو سي نوفمبر، عيد ميلادي يكون 6 نوفمبر، جيم لي ماكت، انا بحب المجسمات. الايميل التالت سالو اون كيل موا تو اني، في اي شهر انت اتولدت، كو في تو الوكازيو دي تون انفيرسير، كو يعني ماذا، في تو انت تفعل، الوكازيو دو يعني بمناسبة تون انفيرسير عيد ميلادك. دي السؤال الثاني، تو انفيت كي، انت تدعو مين؟ قال له سالو جو سوي ني اون افريل، هو انا قال له ايه، اون كيل موا، في اي شهر انت اتولدت، هتقول جو سوي ني اون افريل، طبعا شهور السنه عارفين ان هي بتاخد اون، فلازم ناخد حرف الجر اون، جو سوي ني اون افريل، او اي شهر تعرف تكتبه، جو سوي ني اون مارس، اي شهر. جوف قال له اي، قال له بعد كده ايه، كو في تو الاوكازيو، يعني ماذا انت تفعل في مناسبه عيد ميلادك، هتعمل حفله، جو في ان فيت، جو في ان فيت، وخلاص مش لازم تكتب حتى جراند دي، جو في ان فيت، انا هعمل حفله. انت تدعو مين، هتقول جو جانفيت مي فوازان، جانفيت مي فوازان، وخلاص انا هدعو جيراني او جانفيت مي كوبان،
اي واحده تعرف تكتبها، خليك في السهل البسيط اللي بالنسبه لك. طيب تعال نشوف بقى اخر درس عندنا في الوحده التانية واخر درس في منهج سنه اولى الترم الاول. سالو كيسكو تو ايم، قولي سي. كيسكو يعني ماذا، تو ايم انت تحب، قولي سي في المدرسه. تاني سؤال بيقول كيسكو تو نيم با قولي سي، ماذا انت لا تحب في المدرسه. اي كل سبور بريفير تو، واي رياضه انت تفضل. ثلاث اسئله هجاوب على كل سؤال على حده. سالوه نزلت زي ما هي، قال له ايه ماذا انت تحب في المدرسه، هتقول جيم وبعدين اي حاجه، جيم لا ريكرياسيو انا بحب الفسحه، جيم لو فرنسي انا بحب الفرنساوي، جيم لي مات انا بحب الرياضه، اي حاجه. وهنا بيقول له ماذا انت لا تحب، هتقول ايه بقى، جو نيم با، التو هتنزل هي بقت جو، والنيم با هتنزل نيم با برضو بس هتتصرف مع جو يبقى اخرها او بس، جو نيم با لمت انا ما بحبش الرياضيات. ممكن ما تكتبش دي توري عادي، جو نيم با دي تو يعني انا لو احب على الاطلاق ما بحبش خالص، ممكن اقول جو نيم با بس انا لو احب الرياضيات، بس اسهل على نفس الموضوع. جو بريفير لو فوت انا افضل كرة القدم. هنا بيقول له اي رياضة انت تفضل، كيل سبور اي رياضة، بريفير تو انت تفضل، هقول له جو بريفير لو فوت انا بفضل كرة القدم. اخر ايميل يا شباب بيقول سالو مرحبا، كومو كوم ماتير، كوم يعني كمادة دراسية، كوم يعني مثل او ك اللي هو حرف الكا ده، ك ككرة قدم، كمادة دراسية، كهدية كده يعني. كوم ماتير سكولير كمادة دراسية. كيسكو تو ايم، ماذا انت تحب. اي كيسكو وماذا، تو نيمبا لا تحب. كيل سون تي جو بوندو توم بليبر، وما هي ميولك اثناء وقت فراغك. طيب اول سؤال هنجاوب عليه هنقول جادور لو فرنسي، انا بعشق اللغه الفرنسيه. جو ديتست الاستوار تاني سؤال، وجو سير في سير انترنت، انا بتصفح النت. سؤال الايميل يا شباب سؤال سهل وبسيط ان شاء الله، مع الطالب اللي هو عارف يعني ايه ادوات الاستفهام وحافظ كلمات كويس هيقدر يكون جمله بسيطه بكل سهوله ان شاء الله. نيجي بقى يا شباب للإيميلات بتاع التانية ثانوي الترم الأول، ولو في حد ما شافش الجزء الأولاني من الفيديو لا أنصحك إن أنت تشوفه، لأن أنا قلت فيه بعض الملحوظات المهمة، فأنصحك إن أنت تشوفه حتى لو أنت في تانية ثانوي، ارجع شوف الفيديو من الأول عشان تعرف أفكار أو إزاي بنحل الإيميل وإزاي بنتعامل معاه. تمام يا شباب، هناخد دلوقتي الإيميل بتاع الدرس الأول أو أحد أفكار الإيميلات بتاع الدرس الأول. طبعا ما بيجيلكش نفس الأسئلة لكن هي نفس الأفكار ونفس طريقة الحل، الفكرة إن أنت تبقى عارف أدوات الاستفهام وتكون عارف معاني الكلمات عشان تعرف تكون جملة صحيحة. أول درس يا شباب في فكرتين عن الإيميل، بيقول سالو، طبعا سالو بتنزل زي ما هي زي ما احنا قلنا في البدايات، كومو اي تون كارتيه، يعني كومو يعني كيف، وايه يعني يكون تون كارتيه الحي بتاعك. كومو لما بتيجي مع فيرب اتر بتسأل عن الوصف، اوصف الحي بتاعك يعني. كيسكليا دون تون كارتيه، كيسكليا يعني ماذا يوجد، دون يعني في تون كارتيه الحي بتاعك. اي كيسكل نيابا، وماذا لا يوجد دون تون كارتيه في الحي بتاعك. تمام يا شباب، بأكد تاني ان احنا لما بنيجي نحل الايميل بنجاوب عليه بثلاث جمل كاملة، فاعل فعل مفعول. اول سؤال بكل سؤال بجاوبه على حدة، كومو اي تون كارتيه، كيف يكون الحي بتاعك، هقول ايه، قلنا ان التون بتنزل في الاجابة بتبقى مون، مون كارتيه الحي بتاعي ايه، عند فيرب او قدر زي ما هو نزل تحت زي ما هو اهو، يكون مودرن، زودت انا كلمة مودرن. طيب كيسك يا دون تون كارتيه، ماذا يوجد في الحي بتاعك، هقول اليا يوجد من فوق اهي نزلت تحت، يوجد ان سينما اي ان كليب، سينما ونادي. النيابة دو ميزي، ولا يوجد متحف، وخلي بالك ان انت في حالة النفي اهو حطيت دو ما حطيتش ان. تمام يا شباب، النيابة دو ميزي لا يوجد متحف، لان في حالة النفي ادوات النكرة تحول الى دو.
الايميل التاني سالوه اكيلير تو فيانا لافيت دي جويزي دي فيكتوار، يعني اكيلير يعني يا شباب في اي ساعه، تو فيان انت تاتي الا فيت دي جويزي في الحفله التنكريه بتاعه فيكتوار، كاليتون دي جويزمو ما هو زيك التنكري، تو فيان افيك كي انت تاتي مع مين، افيك كي يعني مع من. قال له سالو حطها زي ما هي كده، كنا كأنك تنزل بسالو من فوق لتحت كده خدت درجه وانت مستريح. سالو سالو، طيب اول سؤال بيقول في اي ساعه انت تاتي الى الحفله التنكريه بتاعه فيكتوار، هتقول انا اتي الساعه كذا، تمام، جوفيا يعني انا اتي، الا فيت الى الحفله، اضيت بتسبق حرف جر اضى بيسبق الساعه، عايز اقول الساعه كذا هقول وبعدين رقم الساعه ويتير دو سوار يعني الساعه 8 مساء. إيه ما هو زيك التنكري؟ هقول جي ميدجويز اون بيلوت، انا اتنكر في زي طيار. جوفيان افيك مون بوتي فرير، انا اتي مع اخويا الصغير. بيقول لك توفيان افيكي، هتقول له جو، التو هتنزل جو، وفيا اللي هو فيرب فينير هينزل زي ما هو لانه مع التو والجو زي بعض. جوفيان انا اتي افيك مع مون بوتي فرير اخويا الصغير، او افيك مونامي، او افيك علي، اي حاجه مع اي جمله انت تعرف تكتبها. الدرس التاني يا شباب فكره الايميل اللي فيه كومون تالي او ميزي جيبسيا، يعني كيفيه الذهاب الى المتحف المصري. الدرس التاني بيتكلم عن وصف خط سير. اكالير في اي ساعه لو ميزي المتحف اي اوفير يكون مفتوح. كيس كون تروف كيسكو يعني ماذا، اون نحن، تروف نجد، اوموزي في المتحف. قال له سالو سالو برون لا بريمير ادروات، هو هنا بيقول له ايه كيفية الذهاب الى المتحف المصري، يعني اوصف لي خط السير ان انا هذهب للمتحف المصري ازاي. طبعا طريقة وصف خط السير لازم أن تكون عارفها وحافظها، برون لا بريمير ادروات بوي تورن اجوش، يعني خذ الشارع الاولاني على اليمين ثم حود على الشمال، كده انا بوصف خط سير. الجمله دي كده ممكن استخدمها في ايميل، ممكن استخدمها في موقف، ممكن استخدمها في سوجيه اللي هو الموضوع اللي هناخده بعد كده في الفيديو القادم ان شاء الله. فانت احفظ لك جمله او جملتين زي اللي قدامك دول كده اللي هو وصف خط سير، خذ الشارع الاولاني على اليمين ثم حود على اليسار. لوميزي اوفير طبعا هنا بيقول ايه اكالير لوميزي اوفير في اي ساعه المتحف بيفتح، لوموزي اوفير المتحف يكون مفتوح، دو من ديزير ا ديسيتير من الساعه 10 للساعه 17، تمام. طيب بيقول لك كيس كون تروف ماذا نحن نجد في المتحف، اعمال فنيه، اون تروف هتنزل زي ما هي، نحن نجد ديزوفير ديزوفري دار، ديزوفري دار يعني اعمال فنيه. فكرة الإيميل التاني سالو جون لو ويكوند اون فرانس سيكوند، يعني يوم العطلة في فرنسا يكون إمتى؟ هيقول له لو ويكوند اون فرانس يوم العطلة في فرنسا سي يكون لو سامدي اي لو دومانش يوم السبت والحد، طبعا يوم العطلة في فرنسا يومين سبت وحد، إنما في مصر الجمعة بس. كيس كو تو في بوندون لو ويكوند، ماذا أنت تفعل أثناء يوم العطلة؟ قال له جوفي دو باتا، انا بلعب تزلج على الجديد، او جوفي دو فوت، اي كلمة انت تعرف تكتبها، مش بيلزمك ان انت تلتزم باجابة معينة، اي كلمة. ماذا انت تفعل يوم العطلة؟ انا بلعب رياضة، انا بلعب كرة قدم، انا بتزحلق على الجليد، انا بلعب بلاي ستيشن، انا بروح السينما، انا بعوم في البسين، اي حاجة تعرف تعملها. افيكي تو ايم باسي الويكوند، مع مين انت تحب ان تقضي، باسي يعني يقضي يوم العطلة. جيم باسي لو ويكوند، انا احب اقضي يوم العطله افيك ما فامي مع عائلتي. باخد من السؤال اللي فوق يا شباب وبجاوب، بعمل جمله تحت، بزود جمله او بزود كلمه او اتنين هي الاجابه بتاعتي، بس باخد من السؤال اللي فوق وانزل تحت على طول، مفيش فيها اي حاجه والله ان شاء الله. الدرس الثالث في الوحده الاولى سالو كو يعني ماذا في تون بير دالا في، ماذا يفعل والدك في الحياه. كاليلا ناتير دي سون ترافاي، ما هي طبيعة عمله؟ اي او واين ال ترافاي هو بيشتغل. هنجاوب على السؤال الاولاني ماذا يفعل والدك في الحياة، يعني عايز تقول والدي بيعمل ايه، هتقول مون بير اي بلونجي مثلا،
يعني والدي يكون خباز. الفي دو با اي دي كرواسون، هو بيعمل خبز وكرواسون. الترافاي هو بيشتغل دون زين بولونجيري، في مخبز. تمام، دي إجابة. ممكن يستخدم إجابة تانية، ممكن أقول إيه، مومبير اي بروفيسور، والدي يكون مدرس. الاكسبليك لي ليسون اوزيليف، هو بيشرح الدرس الى التلاميذ. الترافاي دون زينيكول، هو بيشتغل في مدرسة. اي جمل تعرف تكتبها اكتبها. تمام، طيب بعد كده الايميل التاني بيقول لك ايه، تو في كوا لو ويكوند، انت بتعمل ايه يوم العطلة، بوركوا لماذا، اي كيل بروفيسيون، واي مهنة، تو ايميتر بلوتار، انت بتحب، انت تحب ان تكون بلوتار يعني فيما بعد. قال ايه، الويكند يوم العطله جوفي او سينما، انا بروح السينما. اهو بتعمل ايه يوم العطله، جوفي او سينما، جمله سهله. بوركوا لماذا، بتروح السينما ليه يعني. بور ريجاردي ان فو فيلم، بور ريجاردي لكي اشاهد، لكي اشاهد ان فو فيلم، فيلم جديد. اي وظيفه انت تحب ان تكون فيما بعد، جيمتر، تو ام اتر، هقول جيمتر، جيمتر مثلا ميديسان، طبيب، جيمتر اكتر، فنان، اي وظيفة انت تحب ان انت تعملها. الوحدة التانية يا شباب، اول درس فيها هناخد فكرتين عن الايميل برضو. بيقول سالو، تنزل زي ما هي، كيسك تو اتليز، اتليز دوت يستخدم، ماذا انت تستخدم، بور فوتوغرافيه، لكي تصور. جاوب عليها، قال ايه، قال جيتليز، انا استخدم ان اباري فوتو، كاميرا التصوير. تاني سؤال بيقول كل اليمو، اي عناصر من الطبيعة، تو ايم فوتوغرافي، انت تحب ان تصور. هتقول جيم فوتوغرافي، انا احب ان اصور، لزاربر الاشجار، الفلير والزهور. ثالث سؤال بيقول كل اليمو، اي عناصر، تو نيمبا فوتوغرافي، انت لا تحب ان تصور. جو نيمبا فوتوغرافي لي فولكو، انا لو احب ان اصور البراكين. بناخد من السؤال اللي فوق التو بتنزل جو، والاي وبصرف الفعل حسب الضمير الجديد، جو نيمبا فوتوغرافي، انا لو احب ان اصور لي فولكو، يبقى انا زودت هنا كلمه لي فولكو وخدت الاجابه من فوق على طول. السؤال او الايميل اللي بعد كده يا شباب بيقول كيل سيزو تو بريفير، اي فصل انت تفضل، بوركوا لماذا، اي كيل سون تيز اكتيفيتي، وما هي انشطتك، بندو ست سيزو، اثناء هذا الفصل. سالو جو بريفير لتي بارسكو جو في الكسندري، انا افضل الصيف لاني انا بذهب الى الاسكندريه. اون سي برومين سور لا بلاج اي اون ناج، نحن نتنزه على البلاج ونحن نعوم. تمام، دوت احد افكار الايميل. الدرس الثاني في الوحله الثانيه يا شباب، افكار الايميل اللي فيه، مديني هنا ثلاث ايميلات في الدرس ده. بيقول كيلي تا ناسيوناليتي، ما هي جنسيتك، او تو ابيت، اين انت تسكن، اي كومبيان دو لونج تو بارل، و كم من، كومبيان دو يعني كم عدد، كم عدد اللغات التي انت تتحدثها، تو بارل. هقول ايه، هنا اول سؤال بيقول لي كاليتا ناسيوناليتي، ما هي جنسيتك، ممكن تقول جي سوي ايطاليا، جي سوي ايجيبسيا، انا اكون مصري، انا اكون ايطالي. ممكن اقول ما ناسيوناليتي ايه ايجيبسيا، يعني جنسيتي تكون لا ايجيبسيا، مصري. طيب ممكن اقول في السؤال التاني ايه، اوتو ابيت، اين تكون، اين انت تسكن. هقول ايه، جابيت اروم، انا اسكن في روما. التو نزلت جو، وابيت هيتصرف مع جو اللي هو الضمير الجديد، هيبقى اخره او عشان ده فعل مجموعة اولى، وهقول المكان بعدها، اروم، في روما. كومبيان دي لونج تو بارل، اي كم عدد اللغات التي انت تتحدث، تو بارل، هتنزل جو بارل، تو بارل، هتنزل جو بارل، تروا لونج، جو بارل، تروا لونج، انا اتحدث ثلاث لغات. سالو كاليلو نوم دي تومبي، ما اسم مدينتك او بلدك، ما اسم بلدك، سور كيل كونتينون سي سيتوي تومبي،
يعني على أي قارة تقع بلدك؟ إيه كيل لونج وأي لغة لي زابيتو بارل، السكان يتحدثون. أول سؤال بيقول إيه؟ ما اسم بلدك؟ هتقول مون باي إيجيبت، بلدي تكون مصر. تون باي هتنزل مون باي. وبعدين سير كيل كونتينيو سي سيتوي تون باي، يعني على أي قارة تقع بلدك؟ هتقول مون باي سي سيتوي، يعني بلدي تقع اون افريك، في افريقيا، وافريقيا قارة هتاخد حرف الجر اون. اي لغة السكان يتحدثون؟ هقول ليز ابيتو بارل، السكان يتحدثون لرب، السكان يتحدثون لرب. الايميل اللي بعد كده يا شباب، كاليه لا كابيتال دي ليجيبت، ما هي عاصمة مصر؟ قال ايه؟ لوكير ايه لا كابيتال دي ليجيبت، القاهرة تكون عاصمة مصر. خلي بالك خد كل حاجة من فوق نزلها، ايه لا كابيتال دي ليجيبت نزلت زي ما هي، حط بس قبلها كلمة لوكير. كيلسو سيز فيل تورستيك، ما هي مدنها السياحية؟ هنقول سي فيل تورستيك سون نقط سون لوكسور ايه اسوان، يعني هناخد الجملة دي كده سي فيل تورستيك وبعدين فيرب اتر اللي هو سون تكون لوكسور ايه اسوان، يعني بدونها السياحية تكون القاهرة الاقصر واسوان. دي صح واللي مكتوبة برضه صح، اي جملة تعرف تكتبها اكتبها. قلنا جبت في مصر اون تروف، نحن نجد دي فيل تورستيك كوم، مدن سياحية مثل الاقصر واسوان. طبعا اللي انا قلتها لك اسهل من اللي مكتوبة دي شوية. هنقول ايه؟ سي فيل تورستيك يعني بدونها السياحية سو تكون لوكسور واسوان. إلا موني العملة دو ليجيبت، عملة مصر سيكوا تكون ماذا؟ هناخد برضو من السؤال ونجاوب. لا موني دو ليجيبت يعني عملة مصر ايه؟ لا ليفر ايجيبسيا، تكون لا ليفر ايجيبسيان يعني الجنيه المصري. اخر درس عندي في الترم الاول يا شباب بيقول سالو اوتو فا باسي لي فاكانس، اين انت سوف تقضي؟ خلي بالنا بقى ان هنا هيستخدم زمن ايه؟ المستقبل اللي هو بيتكون من اللي زائد المصدر تو فا باسي، فا هنا وجاي بعده فعل في المصدر، تعرف ان ده زمن مستقبل. اين انت سوف تقضي الاجازات؟ وطبعا السؤال في المستقبل لازم ان الاجابه تبقى في المستقبل. قال له ايه؟ جو في باسي، خلك التو فا هتنزل جو في، التو نزلت جو والفا هتبقى في، والفعل في المصدر زي ما هو. جو في باسي لي فاكانس، انا سوف اقضي الاجازات، من فوق نزلنا تحت اهوت، على كامباني في الريف بس. افيكي مع مين؟ هيقول جو في باسي لي فاكانس افيك ما فامي، انا سوف اقضي الاجازات مع عائلتي او مع صديقي او مع صديقاتي، اي حد انت تعرف تكتبه اكتبه. اي كيسكو تو فا فير، كيسكو يعني ماذا، تو انت، فا فير سوف تفعل، هتنزل بتو فا هتنزل جو في، جو في مي برومني دال لي شومب، انا سوف اتنزه في الحديقه. طيب عايز اكتب جمله تانية مثلا، هتقول جو في فير، جو في فير دو دو اللي ديو يعني مثلا فيلو، انا سوف اركب دراجه. تمام، فير دو فيلو، انا سوف اركب دراجه. فير دو فوت، دو فوت انا سوف العب كره قدم. اي كلمه تعرف تكتبها استغلها واكتبها. طيب بعد كده السؤال الايميل الاخير معانا النهارده، سالو سلام كونتو فا او بارك الاتراكسيو، متى انت تذهب الى مدينه الملاهي؟ افيك كي تو فا، مع من انت تذهب؟ وكل اتراكسيو اي لعبه ترفيهيه تو بريفير انت تفضل. سالو نزل زي ما هي، جو في او بارك دا تراكسيو، انا اذهب الى مدينه الملاهي، هنزل بجو في بتو فا هتبقى جو في، اعرفها كده تو فا تنزل جو في، او بارك دا تراكسيو بندو لو ويكوند، دي اثناء يوم العطله. افيكي هتقول جو في او بارك دا تراكسيو افيك ميكوبا، مع اصدقائي. اي كل اتراكسيو تو بريفير، واي لعبة انت تفضل، هتكتب اي لعبة انت بتعرف تكتبها كحروف صح.
جو بريفير لوتران دي مين، انا افضل قطار المناجم، تمام، او جو بريفير لو توبوجو، او جو بريفير لا بلانسوار. اي رياض او اي لعبه ترفيهيه انت تعرف تكتبها اكتبها، تمام يا شباب. بفكركم ان الملف بتاع الشرح بتاع الفيديو ده هتلاقوه في الوصف تحت عشان تنزله وتستفيد منه، والملف دوت من مؤسسة برافو، تمام. هتلاقوا بنشكرها طبعا على الملف الجميل ده، وهتلاقوا الملف في الوصف بتاع الفيديو دوت. ان شاء الله حملوه وشوفوه، تمام، وذاكروا منه. وهتلاقوا برضو زي ما انا اكدت ايه في فيديو لأدوات الاستفهام لأنها مهمة جدا لازم تبقى عارفها، هتلاقي اللينك بتاعها في أسفل الفيديو. أتمنى يا شباب إن أنتم تكونوا استفدتم من شرح الدرس دوت، وشير لكل أصحابكم عشان الكل يستفيد يا شباب. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.